مشاهدينا ومعانا المستفيدين والمستفيدات من اهل بلدنا. بنرحب بالحاجه عطيات. ازيك الله يخليك، الله يبارك فيك يا رب، الله يستر عليكم. انتي النهارده جايه ومعاكي حفيدك فخري. اه طيب احكي لنا بقى، قولي لنا من ساعه ما جيتوا ايه اللي حصل. اول ما جينا فاستقبلونا جوه في المركز، فقعدونا وبعد كده قطعونا التذاكر، رحت له تذكره مخ واعصاب وبطنه، ودخلت عند دكتور بطن الاول. يعني بصراحه ادى علاج واداني انا علاج، يعني انا ما كنتش كاتبه اسمي فاداني والله، وادانا علاج يعني زياده عن اللي احنا كاتبهولنا، يعني زود حاجة كده. اه زود خالص، وقال اي خدمه تكون عايزين اي علاج تاني ليكم لاطفالكم اللي في البيت للاب لاي حد فاحنا تحت امركم. صرفتي كل الدواء كله مجانا ومفيش مشاكل؟ يعني لا ما فيش اي مشاكل وبنظام الحمد لله. اكيد الحاجات دي بتفرق يا حاجه، يعني حاسه ان هي فرقت معاكي كده في ايه؟ فرقت كتير، يعني فيه علاج انا بشتريه غالي، يعني واحده قدام بيقول لها علاج فيه 200 وشويه، فانت خدي اللي انت عايزاه. اداها 3 علب 4 علب، وعلاج ضغط ومرهم وقطره للعين وكل حاجه، يعني بصراحه يعني وفروا كتير. تحبي تقولي ايه للجمعيه وللتحالف؟ بقول لهم يجعلوا في ميزان حسناتكم ويديكم الصحه، ويا ريت تتكرر مره او 2 في السنه حتى. الا ان شاء الله انا ببقى معاكم على طول. الله يخليكم، مشرفينا والله، والمركز منور بيكم. انت اللي منورانا يا الله حاجه عطيه. يخليك يا حبيبي، الله يبارك فيك، ربنا يديكي الصحه والف سلامه عليكي وعلى فرحك. الله يسلمك يا حبيبي، الله يخليكم يا رب، الله يبارك فيكم. شكرا، السلام عليكم. معايا دلوقتي ايمان واولادها، هيحكوا لنا بقى ايه اللي حصل النهارده. ازيك يا ايمان؟ الله يخليك يا رب، ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله. قولي لي جيتي كشفتي ايه النهارده بقى انتي والاولاد؟ كشفت انف واذن وجراحه وعظام. كشفتي كله؟ كشفت كل حاجه الحمد لله. طيب قولي لي عملتي ايه؟ الناس استقبلتك ازاي؟ زي العسل، وناس كويسه خالص بسم الله ما شاء الله، ودكاتره نظيفه وعلاجات وكل حاجه والله. وخدتي الادويه بتاعتك؟ اخدت الادويه الحمد لله. طيب الحمد لله. اسمك ايه؟ محمد. كشفت ايه يا محمد النهارده؟ انت كويس؟ كويس الحمد لله. عامل ايه؟ قولي احكي لي عملت ايه النهارده؟ كشف انف واذن وحنجره. كشفت انف كويس؟ احسن؟ كويس الحمد لله. احسن. طيب تاخد الدواء بقى وتبقى حلو زي الفل. لا ان شاء الله. اسمك ايه حبيبي؟ محمود. قولي يا محمود عملت ايه النهارده؟ كشفت ايه؟ كشفت انف وعظام. كويس الحمد لله. انت في سنه كام؟ سنه 5. وانت؟ رابعه. رابعه؟ وقعدت ساكت كده ليه طيب؟ بيتكسف بس. طيب قولي لي بقى، انت خدتي الادويه ببلاش؟ و اخدت كل حاجه والله بالمجان الحمد لله. تمام. طيب الحمد لله. حابه تقولي ايه النهارده للجمعيه وللتحالف؟ الف شكر، ربنا يخليكم لينا يا رب، وما يحرمناش منكم ان شاء الله يا رب. شكرا ليك يا ايمان، نورتي يا رب. تسلم يا رب حبيبتي، الف شكر يا غاليه.